سلمى، يمكن ثقافة التطوع صارت شيء بمفهوم الحياة اليومية للمجتمع السوري خلال الأزمة. عم نشهد فرق شبابية مهمة عم تعمل مبادرات فعالة على أرض الواقع. من هي الفرق فريق عمرة التطوعي قام بمبادرة من حقي أتعلم. نحكي أكثر عن هي المبادرة معنا المشرف العام في فريق عمرة التطوعي الأستاذ محمد فطايري. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم خير يا رب. يسعد صباحك محمد وأهلا وسهلا فيك. بداية، يعني من حقي أتعلم هي مرافقة دائما بتكون لافتتاح المدارس. تمام. خلينا نحكي عن تفاصيل أكثر. من حقيقة أن أتعلم هي أحد البرامج الإغاثية اللي عم يشتغلها فريق عمرة التطوعي للسنة الثالثة على التوالي. هي بمناسبة اقتراب موسم المدارس، إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. نحن بدأنا من قرابة 15 يوم عم نجمع مواد قرطاسية، دفاتر أقلام، حقائب مدرسية، كامل الحقيبة المدرسية بالنسبة للمرحلة الابتدائية، فينا نحكي لأنه هالموسم بالذات هو مختص بالمرحلة الابتدائية من الصف الأول للصف السادس. تقريبا وصلنا لمرحلة الانتهاء من الإعداد، لسه عم يجينا شوية تبرعات لنبدأ بعملية التوزيع بداية الأسبوع القادم إن شاء الله، يعني قبل أسبوع من افتتاح المدارس. خلينا نحكي مش السنة الأولى لهي الفعالية اللي عم تقوموا فيها، خلينا نحكي سنويا شو اللي بيختلف بهي المبادرة؟ نسبة الناس أو الشريحة اللي بتحاولوا توصلوا لها مش فقط في دمشق، في المحافظات السورية الأخرى. صراحة الشيء اللي عم يختلف هو الحاجة، يعني دائما كل سنة عن الثانية عم تختلف الطبقة المستهدفة بشكل كتير كبير. نحن عم نحكي مثلا بمجمل الحملات الإغاثية من انطلاقتنا لهلأ، يكون عندنا مثلا 1000 مستفيد، 2000 اليوم، طلبات الإعانة اللي عم تنطلب منا بعشرات الآلاف، فينا نحكي يعني بالنسبة لشهر الخير. يمكن هذا هدف بالنسبة لكم، هدف إنه بس هذا كمان بشكل تحدي كتير إلنا. اليوم أنت عم تقدري تغطي مثلا 10% أو 20% من المتطلبات اللي عم تجيكي، شوي الهمم عم تنزل احيانا، شوي المزدائيه احيانا، العالم ننزل على منطقه من المناطق بنقول وزعنا 100 سله، بيجي عالم نحن ما وزعتوا لنا، ما استهدفتوا هالمنطقه، فاحيانا هدول السلبيات بتاثر علينا. فالطلب المستمر والطلب المتزايد احيانا بيكون سلبيه ايضا، واحيانا بيكون تحدي لنزيد من العمل تبعنا. اكيد محمد، يعني كل الفرق التطوعيه خلال فتره الجائحه كورونا اختلف شيء بشغلهم، ان كان بآلية العمل تبعيتهم، ان كان الاجراءات اللي اخذوها على نفسهم، ان كان دخولهم بموضوع الإغاثة بما يخص كورونا. خلال هي الفترة شو كمان عملتوا شيء بخص هي الجائحة؟ اليوم نحن ضمن او بالتوازي مع حمله المدارس، نحن عندنا حمله كن عونا، هي حمله تستهدف امراض مرضى جهاز التنفسي والزلات التنفسيه ومرضى كورونا اللي عم يعانوا من ازمه تنفسيه. عم نعمل لهم اسوانات اكسجين معبئه مع اجهزه كامله، عم يتواصلوا معنا على بريد الصفحه او على ارقام الفريق، عم يتم تامينها لهم معبئه بعد فتره 72 ساعه او الحاجه الى اكثر، عم يتم استردادها وتعبئتها وتعقيمها من جديد وانتقالها لمستفيد اخر. فايضا ضمن حمله كورونا نحن تقريبا هالحمله ابتدات قبل من حقيقه نتعلم، تقريبا صار لها شي شهر عم نشتغل عليها. يمكن فعاليات سلمى، مبادرات عم نشهدها على أرض الواقع رغم كل الظروف حتى بانتشار جائحة كورونا، قديش فعليا عم تحاولوا تكونوا موجودين على أرض الواقع رغم كل هاي الظروف؟ عم نشوف يمكن فرق شبابية كتير، عم يكون في تنافس ونوع من التحدي لكم لتكونوا موجودين لتخلقوا مشاريع جديدة. تقريبا من انطلاق الجائحة بشهر أدار الماضي، يمكن اول شيء كنا قاعدين عم نحكي انه نحن لازم نوقف شوي، لازم نعرف وزاره الصحه والاجراءات الحكوميه وين رايحه. تقريبا بعد جمعه بالضبط طلعنا باول حمله اغاثيه. من شهر الثالث لليوم نحن عم نحكي على 6 حملات اغاثيه، حمله الالف سله وزعنا فيها 4000 سله غذائيه، حمله شهر الخير وزعنا فيها 1000 سله بمناسبه رمضان، حمله العيد وزعنا فيها 100 قطعه ثياب ل 100 ولد، انتقلنا للصيدليه المركزيه تم توزيع قرابه 10000 علبه دواء مقطوعة وغالية لمستفيدين ولمرضى، انتقلنا بعدين لأسطوانات الأكسجين واليوم عم نشغل على القرطاسية. فصراحة خلال هالمدة الطويلة يمكن ما انضغطنا إلا هالفترة، يعني كل جمعتين يعني عم نظهر حي، كان في شغل مضاعف عن كل السنوات تماما. حتى حاولنا نغطي شوي على موضوع الحسكة، بس صراحة الضغط الكبير كمان أثر علينا، وفي جهات مثل ما حكيت
صراحة كان في تنافسية، انتقلوا فورا الموضوع الحسكي. نحن كنا عم نشتغل على حملة القرطاسية، لقينا أولاد ضمن دمشق وريفها، طالما في جهات حكومية وجهات مجتمعية قدرت تضغط ذيك أكيد. المناطق. طيب محمد، يعني خلال هي الفترة مثل ما قلت كثير من المجالات الإغاثية اللي بحاجة إنه يكون الشباب التطوعي موجود فيها، ولكن أيضا حمايتكم الذاتية، شو الإجراءات اللي أخذتوها لحتى تحموا الفريق باعتباره وهو عم بيقوم بتوصيل للأشخاص اللي هن بحاجة أو للأشخاص المصابين بفيروس كورونا؟ بالنسبة من طلاء الجائحة صراحة اختلف كثير العمل، اختلف التواجد ضمن المكتب، آليات التعقيم، الانتباه بالنظافة بشكل كثير عالي. هلا صار شيء روتيني طبعا، يعني نحن أول فترة كنا كمامة معقم أحيانا تضايق منه، أما هلا صار جزء من حياتك سواء التطوعية أو حياتك المجتمعية. اليوم بجائحة كورونا كمان ثقافة كورونا شوي خفت، يعني أنا ما عاد صار عندي هالفوبيا الكبيرة هذا مريض كورونا هذا خطر علينا، لا، لأنه صار في كثير أشخاص مصابين حوالينا وصارت موضوع المرض هو شيء عادي، اي مرض عادي ونحن بنشفى منه. ايضا بموضوع اسطوانات الاكسجين نفس الشيء، يعني ما صار فيها الفوبيا منه، مجرد موضوع تعقيم، تباعد اجتماعي، وضع الكمامه، وضع الكفوف، وبيكون اجراءات كافيه ان شاء الله. نتمنى لكم بالختام التوفيق بجميع خطواتكم القادمة، فريق عمرة التطوعي. نوجه تحية لكل كادر الفريق، وكتير فخورين دائما سلمى بالشباب السوري اللي بيكبر القلب قديش فعلا عم يشتغل ضمن إمكانياته على أرض الواقع ليكون جزء من هيدا المجتمع وفعال. شكرا كتير لك. شكرا للإخبارية السورية، صراحة الإعلام اليوم له دور كثير كبير على التسليط على عمل الفئات الشبابية والمجتمع الأهلي. اليوم المجتمع الأهلي لو ما سلط عليه الضوء ما بيصير هالتحدي والتنافس بيناتهم، والعالم اللي بحاجة ما سلط عليهم ضوء ليعرفوا هن وين بدهم يروحوا إذا كانوا بحاجة شيء. ما أكيد بدنا نوجه لك التحية محمد، ولكل فريق عمرها التطوعي، ولكل الشباب اللي عم يشتغلوا هلأ نور فرق تطوعية كتير استضافة برنامج صباحنا غير من بداية الأزمة بسوريا حتى اليوم، وحتى بجائحة كورونا شباب ساعد، شباب عقمها، شباب عمرها التطوعي. بدنا نقول دايما أنتوا إيد الخير الممدودة اللي فضلكم أكيد بيضل الشارع السوري عم ينبض بالحياة، وبيضل في روح التعاون موجودة. شكرا واجبنا وإن شاء الله نقدر نستمر. شكرا لك.